مرحبا، كيفكن؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. وصفة اليوم كلنا منحبها وكتير طيبة ومميزة. شوفوا مع الفيديو للآخر عشان تشوفوا كيف حضرت سمكة مشوية بالفرن ومحشية بالخضار المشكلة. أول شي استعملت سمكة سوبريم أو ببعض البلدان بيقولوا لها أجاج. سمكة منظفة كتير منيح ومغسلة، قصيتها بالسكينة بس من طرف من وجه واحد. هلأ حتى لو كانت مغسلة ومنظفة لازم ننقعها بالحامض أو بالخل. أنا رح استعمل الحامض. بعصر الحامض على السمكة وبفركها فيها كمان من الميلتين مش بس من ميلة واحدة عشان روح كل ريحة الزنخة منها. هلأ رح أترك السمكة تقريبا منقوعة ساعة. بالنسبة للحشوة رح أستعمل أول شي الكزبرة، رح أفرمها لفرمات ناعمة. عنا البقدونس، نفس الشي كمان حفرمها لفرمات ناعمة. البصل الأخضر رح أفرمه بهاي الطريقة لأنه كمان بدي أقطعه لقطع كتير صغيرة. فكرة البصل كتير مفيد كتير وأنا كتير بحبه، مفضل عندي. عنا البندورة كمان رح أقصها لقطع كتير صغيرة. هلأ رح أحط الأشياء اللي فرمتهم بنفس الوعاء. عندي الكزبرة، البقدونس، البندورة المفرومة، البصل الأخضر، رح ضيف فوقيهم الثوم. عن جد التتبيلة طعمتها كتير طيبة. هلأ رح رشلهم ملح، بهار السمك اللي منلاقيه وين ما كان، تقريبا معلقة صغيرة. عنا زيت زيتون، نخلطهم كلهم سوا. بصينية الفرن رح احط ورقة ألمنيوم، يعني نحن نقلها صينيتها، رح تكون شوي كبيرة لأنه بدي أغلف فيها السمكة. السمكة بعد ما نقعتها بالحامض كمان غسلتها مرة وريحتها صارت كتير حلوة. عندي فلفل أسود وملح، نفرك فيهم السمكة من الميلتين. هلأ منبلش نحشي السمكة بالحشوة اللي حضرناها، حشوة الخضرة. باقي الحشوة رح وزعها حوالين السمكة. رح رش على السمكة شوية زيت زيتون لأنه الزيت كانوا بس بالحشوة، ورح حط عليها شرحات البندورة. هلأ بسكرها كتير منيح وبحطها بالفرن لمدة 40 دقيقة تقريبا. بعد 40 دقيقة بدي افتح السانيتا او ورقة الألمنيوم كرمال حمر السمكة من فوق، ما بدها اكتر من 5 دقايق. وهيك بتكون السمكة جاهزة، الريحة كتير طيبة والطعمة ولا أروع. بنصحكن تجربوها.